شايف؟ انبسطت؟ وبدك ياني ضل؟ أمي لا، بترجاكي سكوت. أمي وقفي، آسفة حماتي. وقفوا هاد العرس. هذا العرس ما رح يتم. منى، جبتي الأدلة معك؟ قولي لي بنتي، رح يجي الزلمة أكيد؟ لا عمي، ما جبت معي ولا دليل. هو اسمه هارلين، حاولت كتير إنه جيبه معي لهون بس هو ما رضي. بركي رح يجي؟ ما بعرف، يمكن، بس مع هيك ما رح خلي هاد العرس يتم، مستحيل خلي يصير. انتو اجيتوا لهون؟ شو انتي جنيتي؟ انا هلأ جنيت وكله من حفيدك، ولا تسأليني شو في، اسألي إله. حماتي، بعرف انك معصبة مني وانك ما بتوثقي فيني ابدا، بس رغم هيك بتمنى تضلي بس شوي مشاني. لا، كرمال أنا كان مشان هيتال. بترجاكي. شو عم يصير معكم؟ أنا لهلأ ما فهمت شو اللي عم يصير، فهموني شو عم تحكوا أنتوا؟ ها جدي، أنت مو بتقول حبل الكذب بيضلوا قصير مهما طول؟ واليوم وقت الحقيقة، لهيك الخالة ديمبي وبام هنن كذابين. منى، شو صاير لعقلك؟ شو عم تخبصي؟ انتي هلأ رح يطير عقلك ماما وقت تعرفي الحقيقة اللي مخبيتها الآن. سبام الخانم طلعت متزوجة. والله مشكلة. ايه